الأول قولوا لي رأيكم في مستوى أداء منتخبنا في الثلاث مباريات بقى بشكل عام. أبدأ بك يا حنف اتفضل. بشكل عام يا كابتن، المنتخب ما قدمش الأداء المنتظر منه واللي كنا متوقعينه قبل البطولة. المنتخب في ماتش نيجيريا قدم أداء سيء جدا، ما عملناش أي حاجة تقريبا، ما رحناش الماتش. نيجيريا كنا مسهلين عليها الجيم في كل حاجة. رحنا ماتش غينيا بيساو ما ظهرناش برضو بالشكل اللي كان المفروض نظهر بيه قدام فريق خبرتهم محدودة جدا في البطولة. 7 مباريات اللي شاركهم غينيا بيساو في البطولة كلها، وتعادل ماتشين، ده تاريخه في البطولة كلها. فأدائنا ما كانش هو المنتظر قدام غينيا بيساو، بس بدأنا ناخد الثقة شوية بفوز يمكن كان صعب شوية. حتى جينا ماتش السودان، الشوط الأول قدمنا ماتش فوق المتوسط، الشوط الثاني ما كانش أفضل حاجة برضو، ولكن المجمل مش ده الأداء المنتظر من منتخب مصر. كنا مستنيين أداء أقوى من كده من منتخب مصر طبقا للفريق اللي موجود معانا والإمكانيات اللي موجودة مع منتخب مصر. طيب احنا كنا مستنيين أصلا أن منتخب مصر يمشي بنفس السيناريو منتخب نيجيريا. يعني منتخب نيجيريا هو اللي أخذ العلامة الكاملة، يعني هو المنتخب الوحيد لغاية دلوقتي في أمم أفريقيا اللي أخذ العلامة الكاملة. بالتالي احنا كنا عايزين كده، احنا الجيل ده بالأسماء الموجودة أكيد هو لا يقارن بالجيل الذهبي، لكنه مازال من الأفضل في أمم أفريقيا الحالية. بالتالي أنت لو بدأت أساسا أمام نيجيريا بشكل جيد وحتى تعادلت، يعني مش هنقول حتى كسبت المباراة، حتى التعادل كان هيديك حتى أفضلية نفسية من المباراتين الجايين. لكن للأسف أنت، يعني احنا ممكن نقول كده، احنا اصلا اللي ركبنا نيجيريا البطوله دي. نيجيريا بعد الفوز علينا بقى عندها حافز قوي جدا انها تاخد العلامه الكامله كاول فريق، وتبقى اصلا غالبا هيكون الوحيد اصلا اللي اخذ العلامه الكامله. بالتالي احنا السبب في السيناريو ده، لان انت برضه على فكره برضه حتى مثلا احنا ادائنا قدام النهارده نيجيريا كسبت يعتبر مريحه كذا لعيب وكسبوا برضه بسهوله جدا، لكن احنا امام السودان اللي هو مع كامل احترام الاشقاء طبعا، لكنه منتخب يعني احنا كسبناه اصلا 5 قبل كده، يعني من الناحيه الفنيه يعني. فاحنا بنتكلم فنيا، احنا قدام فريق يعني سهل فنيا، لكن احنا كسبناه برضو بالعافيه. بالتالي انت ضيعت النهارده افضل الحقيقه، ضيعنا شوط. ما هو مش معقول احنا نلعب شوط على فكره، برضو حتى انا بقارن احنا بنيجيريا. ما هو انت عشان تقارن نفسك شوف انت كويس ولا لا، بتشوف مثلا انت عملت كام فرصه قدام السودان ونيجيريا عمل كام فرصه. نيجيريا راحت ب 17 كوره، انت رحت ب 11، ففي برضو في فرق في يعني جوده الفرص وحتى التمريرات، يعني مفيش كده خطوره حقيقيه للمنتخب، ما تحسش انت هتكسب سكور، لا انت كسبت 1-0 الحمد لله على كده، يعني نفس برضو الماتش اللي فات. هي عموما بطوله يا كابتن خارج التوقعات، يعني كل طبعاً المنتخبات الكبيره بتعاني في البطوله. في كان الكاميرون 2021، الجزائر بتعاني، السنغال لعبت 3 ماتشات فشلت ان هي تسجل غير في اول ماتش قدام زيمبابوي في الدقيقه 93 من ضربه جزاء. المغرب الى حد ما هي اللي ممكن نقول المنتخب الكبير، هو ونيجيريا والكاميرون اللي قادرين يواجهوا شويه الظروف اللي بيعيشها المنتخبات في الكاميرون. الظروف صعبه، خلينا نكون متفقين على ده، ملعب، اجواء، امكانيات موجوده، فنادق، دي صعبه. فدي مخليه البطوله شويه المنتخبات الكبيره مش قادره تواكب دوت، مش قادره تكون في المستوى المنتظر منه. السنغال مستوى مفاجئ بالنسبه لي، الجزائر هكذا، منتخب مصر هكذا، كل المنتخبات او غانا طلعت، اغلب المنتخبات اللي كان منتظر منها اداء كبير لحد دلوقتي هي ما راحتش الكان.